مرحبا بكم. أي شخص يمكن أن يخطئ، لكن خطأ صغيرا يمكن أن يتسبب في وقوع كارثة حقيقية. سنحكي لكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو عن هذه الأخطاء الكارثية. بيغنور هي بحيرة مالحة في لويزيانا، لكنها كانت منذ 40 سنة بحيرة للماء العذب. تعود القصة إلى وجود منجم ملحي تحت البحيرة. هذا المنجم كان عبارة عن شبكة من الأنفاق بعرض 30 متراً وارتفاع يبلغ 24 متراً. في 21 من يناير من عام 1980، كان هناك فريق من الحفارين ينقب عن البترول في قاع البحيرة، وفجأة تسبب في ثقب قبو المنجم، مما تسبب في ظهور قمع تجمعت حوله المياه على شكل دوامة بقطر 55 مترا. هذه الدوامة لم تبتلع فقط معدة الحفر، ولكن البيوت التي كانت موجودة بالقرب وجزيرة كاملة بها حديقة نباتية. تحولت البحيرة بعد هذه الحادثة من بحيرة عذبة إلى بحيرة مالحة. جسر ألفية لندن للمشاة. هو جسر للمشاة في لندن للعبور من فوق نهر تايمز، افتتح في عام 2000، لكن تم إغلاقه بعد يومين لأعمال الصيانة بسبب أخطاء في حسابات المهندسين. كان الجسر يتأرجح بشدة إذا تواجد عليه الكثير من الناس. في البداية اتخذ قرار بتحديد عدد الأشخاص الذين يعبرون الجسر في وقت واحد، لكن هذا القرار ترتب عليه اصطفاف الناس في طوابير كبيرة، لذلك تم إغلاق الجسر لأعمال الصيانة. تم معالجة جميع الأخطاء اليوم، لكن البريطانيين لا يزالون يطلقون عليه اسم الجسر المتأرجح. والكي تالكي. هناك خطأ آخر قام به المهندسون البريطانيون عند قيامهم ببناء مركز تجاري مكون من 37 طابقاً اسمه والكي تالكي. هذا المبنى لديه واجهة زجاجية منحنية إلى الداخل من الناحية الجنوبية، وعندما تسقط عليه أشعة الشمس تنكسر الأشعة بالشكل الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية. بهذا الشكل أصبح المبنى فرناً لصهر السيارات والدراجات، وأيضاً الأثاث الموجود في المطاعم بالشارع المقابل. يثير هذا الأمر المرح بالنسبة لبعض البريطانيين الذين يذهبون إلى هذا المكان من أجل قلي البيض على الإسفلت، لكن أصحاب الأثاث الذي احترق من أشعة الشمس في غنى عن النكات. بايبر ألفا. وقعت أكبر كارثة متعلقة بالتنقيب عن النفط في التاريخ في عام 1988 على منصة بايبر ألفا بسبب خطأ فني قام به الموظفون، فوقع ثلاثة انفجارات قوية. تحولت المنصة إلى شعلة في منتصف بحر الشمال، استمر الحريق لأكثر من يوم، تم إنقاذ طاقم الموظفين، وقدرت الخسارة المادية ب3 ملايين دولار ونصف المليون دولار. القطارات الواسعة. أنفقت شركة SNCF الفرنسية 15 مليون دولار في عام 2014 من أجل شراء قطارات جديدة، لكن اتضح لاحقاً أن هذه القطارات واسعة جداً بالنسبة للمحطات المخصصة لها، مما اضطر لإنفاق 55 مليون دولار لتعديل أحجامهم. برج جون هانكوك. هذا البرج هو الأطول في بوسطن، لكنه بدأ في الانهيار بعد تشغيله. كانت الرياح تحطم هذه الألواح الزجاجية الضخمة، إذا كانت شديدة فتسقط الألواح إلى الأسفل مهددة حياة أي شخص يمكن أن يمر أسفل البرج. اتضح أن المادة والطريقة لا تناسب هذا التصميم. تم إنفاق 7 ملايين دولار من أجل تغيير الألواح الزجاجية. السلم الكهربائي. يقوم المهندسون أحياناً في مرحلة التصميم بعمل أخطاء فادحة لدرجة يستحيل معها استخدام السلم. إذا لم يراعى أمور معينة في الحسابات، فإن الشخص سيصعد إلى أعلى وستصطدم رأسه في السقف أو سيصطدم في الحائط. سد الممرات الثلاثة.
السد الصيني يعتبر أعظم إنجاز هندسي، أو ربما يعتبر أكبر خطأ يمكن أن يحصد أرواح المئات من الأشخاص. الجدال لا يزال قائماً بين المتخصصين في العالم كله على مدى أمان هذا التصميم حال مرور السنين عليه. كانت هناك عاصفة من الاعتراضات في الصين على بناء هذا السد، ليس من المعروف في الوقت الحالي درجة متانة الجدار الحجري وهل يمكن له أن يقاوم تجمعات المياه بعد اكتشاف الصدوع الأولى والعيوب في هذا السد. سد أوروفيل. طالب فريق من المتخصصين تخصيص مبلغ مالي لصيانة سد أوروفيل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، لكن ظهر فريق آخر من المهندسين وقالوا إن التصميم آمن بدرجة كافية ولا داعي للقلق. كانت الأجواء مطيرة جدا في كاليفورنيا في شتاء عام 2017، حيث ارتفع مستوى الماء لدرجة أن الجميع اضطر للقول بأن السد لا يمكن أن يتحمل هذه المياه. قامت السلطات بإخلاء الناس، ولحسن الحظ تم تفادي وقوع الكثير من الخسائر. انهيار سد في لاوس. يمكن أن يجرف انهيار السد الكثير من حيوات الناس ويتسبب في الكثير من الأضرار المادية. في عام 2018 انهار سد لمحطة كهرومائية في لاوس، مما تسبب في تسريب 5 ملايين متر مكعب من المياه، فانغمرت 131 قرية بالمياه وتضرر 10,000 شخص. بحيرة دانلوب. يبلغ عمر السد الواقع على بحيرة دانلوب في تكساس 90 سنة، لكنه تهدم في العام الماضي. لحسن الحظ لم يتضرر الناس، لكن انغمرت الضواحي بالماء. كان سبب الانهيار هو تردي حالة التصميم. كان من المفترض بالطبع إعادة صيانة السد خلال 9 أو 10 عقود، لكنه لم تجرى عليه أي أعمال صيانة. عملية أمري. في 18 ديسمبر عام 1970، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء اختبارات تحت الأرض لسلاح نووي في ساحة بنفاد. على الرغم من أن الانفجار كانت قوته 10 كيلوطن وعلى عمق 270 مترا تحت سطح الأرض، إلا أن هناك سحابة كبيرة مشعة من الغبار الذري ظهرت في الأجواء. وصل الإشعاع إلى 86 عاملاً، وعلى الرغم من أنه صرح رسمياً من أنه لم يصب أحد بأذى، لكن مرض 4 من الموظفين بعد عدة سنوات بمرض بيضاض الدم، فقام أقاربهم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، واستنتجت المحكمة أنه كان هناك خطأ لا يغفر أثناء إجراء العملية. اتضح أنه لم يتم دراسة الوادي الذي تم فيه الانفجار من الناحية الجيولوجية قبل إجراء الاختبارات. التربة كانت مشبعة بكمية كبيرة من الماء زادت من قوة القنبلة المنفجرة، مما تسبب في حدوث عواقب وخيمة. منصة ديب ووتر هورايزون. أصبح انفجار منصة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك واحداً من أكثر الكوارث التكنولوجية على مدار التاريخ. انسكب 5 ملايين برميل من النفط في المياه، وتسبب ذلك في ظهور بقعة مساحتها 75,000 كيلومتر مربع. حدد التحقيق 6 أسباب رئيسة لوقوع الحادثة، والتي كان من بينها خطأ للطاقم الفني وعيوب في تصميم المنصة. كارثة بوبال. وقعت الكارثة الصناعية الأكبر في أعداد الضحايا في مدينة بوبال الهندية. خرج عادم يقدر ب40 طنا من المركبات الكيميائية السامة بسبب حادثة وقعت في مصنع لإنتاج المبيدات الحشرية الذي تمتلكه شركة أمريكية. غطت سحب الغبار السام مساحة من الأراضي قدرها 40 كيلومتر مربع. طريق هاي تشينغ. الزلزال الذي ضرب هاي تشينغ في عام 1995 كان من أقوى الزلازل الذي ضرب ليس الصين فقط، ولكن العالم كله. كانت الخسائر كبيرة، حيث لم تتمكن الكثير من المباني والإنشاءات الهندسية الصمود، والتي كان من بينها طريق هاي تشينغ السريع. كان هذا الطريق من الطرق الرئيسية التي تربط بين كوبا وأوساكو. كان لهذا الطريق أن يتحمل الزلزال حتى لو كانت قوته أكبر وفق لآراء المتخصصين الذين قاموا بتصميمه، لكن كان هناك خطأ في الحسابات أدى إلى انهياره.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.